يا مصر يا حاضر الدنيا وماضيها، يا راية النصر تزهو في أعاليها، ولدت من رحم التاريخ واحدة قد عز أن ينجب التاريخ ثانيها. والله لو توزن الأوطان بالدنيا فمصر أغلى من الدنيا وما فيها. القارئ لتاريخ مصر يدرك دون إمعان أن جينات البطولة متأصلة ومتجذرة تنتقل من جيل إلى جيل، فحينما تحين لحظة النداء تقر عين مصر بأبنائها الذين يتحولون إلى أسود تحمي عرين الأمة. بطل بيسلم بطل. أن تعيش 50 عاماً وتصنع كل تلك المعجزات، عمر البطل 50 عاماً جسد فيهم كل معاني الشرف والجندية والقيادة والتفرد. من عام 1919 إلى عام 1969 تستطيع أن تكون فيهم نموذجاً يحتذى به وقدوة عسكرية من طراز فريد، تجعل كل عسكري وضابط مصري وعربي ينظر له بإجلال. خمسون عاماً تقضي منهم 32 عاماً على جبهة القتال. أننا أمام خطر يجب علينا أن نتعايش في سبيله. وتموت واقفاً وسط جنودك وتنال شرف الشهادة وتضرب المثل الأعلى في العطاء والشموخ. الفريق أول عبد المنعم رياض الجنرال الذهبي الذي صار يوم استشهاده يوماً للشهيد، فكان نعم القدوة والمثل لأجيال من الأبطال.